إن شاء الله راح نتكلم عن أعراض القولون العصبي. طبعاً أعراض القولون العصبي يعاني الشخص من آلام في البطن متكررة ومفاجئ مصحوب رغبة في التقوط، وعادة ما يذهب الألم بالتقوط، وطبعاً تتغير الحالة من حالة إلى حالة. ممكن حالة التقوط الطبيعي تكون أما بإسهال أو إمساك أو نوع من أنواع الأشياء القريبة التي تكون بسبب الأمعاء، وأيضا ظهور غازات عبر الفم والشرج، وأيضا ممكن يحصل انتفاخ بالبطن وأحيانا تقلصات مرئية، وعدم يعني الشخص ما يرتاح أثناء التقوط والإحساس يعني بعدم التقوط الكامل بسبب هذه الحالة. ومجرد يعني مجرد ما تحصل هذه يعني الأعراض، يعني من الواجب عليك استشارة الطبيب مباشرة لكي يعني يقدم الفحص الكامل لهذه المنطقة. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الباحث خالد من سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.